السادة المشاهدين مساء الخير، نحن في انتظار وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمام القصر الرئاسي، وقناة المحور برنامج 90 دقيقة كان حريص لنقل هذه الزيارة، وانتظروا معنا. تويتا للرئيس عبد الفتاح السيسي: أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية ولقائي مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال أيضا: مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، وتربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية. وقال أيضا سيادة الرئيس: زيارتي اليوم ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس لإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا. سادة مشاهدين، نحن ما زلنا في انتظار الرئيسين في الساحة الرئيسية بالقصر. مملكه مصر، سلام، دور.
شكرا عسكر. من داخل القصر الرئاسي في أنقرة قبل لحظات من المؤتمر الصحفي بين الزعيم عبد الفتاح السيسي والزعيم التركي رجب طيب أردوغان، والمؤتمر الصحفي المتوقع أن تعلن فيه نتائج هامة جدا لمباحثات عقدت بين الرئيسين، سواء فيما يتعلق بالاجتماع الأول من مجلس التعاون الاستراتيجي وكان بين مصر وتركيا،
والذي تناول في التبادل العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة والقضايا الإقليمية والدولية والاهتمام المشترك، وعلى رأسها مشاكل قطاع غزة والأمل في توقف إطلاق النار، وأيضا الحديث في المجالات الاقتصادية. ودعونا نشاهد تفاصيل المؤتمر الصحفي. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Mısır Cumhurbaşkanı, Hükümetler Reis, Türkiye ve Mısır'ı الآن سنبدأ بحفل التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. توقيع على المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية. Birinci anlaşma. Polaris Genel Müdürü Osman Evren Arıkan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kor General Kamil Abdelhadi Farag El Vazir, yeni idari başkent Endüstri Parkı'nın geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الموقعون من الجانب التركي عثمان إفران أريكان المدير العام لشركة بولاريس، ومن الجانب المصري الفريق كامل عبد الهادي فرج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. İkinci anlaşma. Polaris Genel Müdürü Osman Evren Arıkan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kor General Kamil Abdelhadi Farag El Vazir, Yeni Ekim şehrinde Endüstri Parkı'nın geliştirilmesi için arazi tahsis sözleşmesini imzalayacaklardır. عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في منطقة 6 أكتوبر. موقعون من الجانب التركي عثمان إفران أريكان المدير العام لشركة بولاريس، ومن الجانب المصري الفريق كامل عبد الهادي فرج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. Üçüncü anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu arasında rekabet politikası arasında alanında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة المنافسة بجمهورية تركيا في مجال السياسة التنافسية. الموقعون من الجانب التركي بيرول كولا رئيس مؤسسة المنافسة، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية. دördüncü anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وهيئة التعليم العالي بجمهورية تركيا. الموقعون من الجانب التركي إيرول أوزفار رئيس هيئة التعليم العالي، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
Beşinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Korgeneral Kamel Abdelhadi Farag Al-Vazir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Mısır Ulusal Demir Yolları arasında demir yolu sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسكك حديد تركيا الموقعون من الجانب التركي عبد القادر أوراغلو وزير المواصلات والبنية التحتية ومن الجانب المصري الفريق كامل عبد الهادي فرج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. Altıncı anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Sivil Havacılık İdareleri arasında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة التفاهم بين سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية والمديرية العامة للطيران المدني بجمهورية تركيا الموقعون من الجانب التركي عبد القادر أوراغلو وزير المواصلات والبنية التحتية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Yedinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة المواصلات والبنية التحتية التركية الموقعون من الجانب التركي عبد القادر أوراغلو وزير المواصلات والبنية التحتية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. 8. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında tarım alanında bilimsel, ekonomik ve teknik işbirliği mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال الزراعة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية تركيا الموقعون من الجانب التركي إبراهيم يوماكل وزير الزراعة والغابات ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Dokuzuncu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة والسكن المصرية ووزارة الصحة التركية الموقعون من الجانب التركي كمال ميميشوغلو وزير الصحة ومن الجانب المصري بدر عبد العاط دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Onuncu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı arasında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية تركيا الموقعون من الجانب التركي مهمت فاتح كجر وزير الصناعة والتكنولوجيا ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. 11. anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Planlama, Ekonomik Kalkınma, Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Abdülmunim El-Maşad,
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında işbirliği ve kapasite geliştirmeye ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklar. Müzakiratu tefahumin lit-taavun ve bina'il kudrat beyne Vizaretit-Tahtit ve't-Tenmiye el-İktisadiye ve't-Taavun'u'd-Devli el-Mısriye ve Vizaretit-Sakafeti ve's-Siyahat-Türkiye. الموقعون من الجانب التركي مهمت نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة ومن الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 12. anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı arasında mali ve ekonomik konularda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في الموضوعات المالية والاقتصادية بين وزارة المالية المصرية ووزارة الخزانة والمالية التركية. الموقعون من الجانب التركي مهمت شمشك وزير الخزانة والمالية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Onüçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. الموقعون من الجانب التركي Alparslan Bayraktar, Vezir-i Taqati ve Mevarid Tabi'iyye ve minel canib el-Mısri el-Doktor Badr Abdülati, Vezir-i Hariciye. On dördüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı arasında çalışma ve istihdam alanında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. الموقعون من الجانب التركي Vedat Işıkhan, وزير العمل والضمان الاجتماعي ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. On beşinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı arasında çevre koruma alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية. الموقعون من الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. 16. anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı arasında şehircilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمران بين الحكومة المصرية والحكومة التركية. الموقعون من الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية. On yedinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı arasında mutabakat muhtırasını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج المصرية ووزارة الخارجية التركية. الموقعون من الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية ومن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.
18. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. toplantısı ortak bildirisini imzalayacaklardır. بيان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا. الموقعون فخامة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وفخامة رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس، أخي العزيز، أعضاء الوفد الأعزاء، أعضاء الصحافة الكرام، أحييكم بخالص المشاعر والاحترام والمودة. أود في البداية أن أعرب عن سعادتي باستضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بلدي تركيا، ومرة أخرى أرحب بفخامته في حضوركم هنا باسمي وباسم الشعب التركي. لقد أظهر فخامة الرئيس لطفا كبيرا خلال زيارتي للقاهرة في فبراير شباط الماضي، واستقبلنا بحفاوة بالغة، وكانت زيارتي للقاهرة نقطة تحول جديدة في علاقاتنا. لقد حافظنا على حوارنا وتعاوننا على أعلى مستوى منذ ذلك الحين. لقد كنا دائما في مشاورات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بمنطقتنا. إننا نواصل تطوير تعاوننا في كل المجالات إلى أبعد من ذلك من خلال زيارة أخي العزيز. لقد لدينا تاريخ مشترك وعلاقات صداقة وثيقة مع مصر تعود إلى قرون مضت. وفي العام الماضي سنحتفل وفي العام المقبل سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية. تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية. نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة، و يسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذه. خلال لقائنا مع الرئيس السيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم، ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة. تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا، وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. يقدم رجال أعمالنا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث تقترب استثماراتهم من 3 مليارات دولار. نحن نشجع رواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، كما نرحب بالمستثمرين المصريين في تركيا، ونريد تطوير تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يبدي الشعب المصري الشقيق اهتماما كبيرا بالثقافة التركية، ونواصل جهودنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية. وأعتقد أن الزخم الإيجابي في علاقاتنا سوف ينعكس أيضا في مجال السياحة. أعضاء الصحافة الأعزاء، إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة قضية غزة. ومن الطبيعي أن يكون الوضع الأخير في فلسطين في قلب مناقشاتنا. لدى تركيا ومصر موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية. إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولوياتنا. 32% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة حتى الآن جاءت من تركيا. أود أن أشكر السلطات المصرية وخاصة جمعية الهلال الأحمر المصرية على تعاونها مع الهلال الأحمر التركي ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات في تركيا في تقديم هذه المساعدات. وتضيف إسرائيل إلى جرائمها جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ولم تتمكن الإدارة الإسرائيلية من كسر المقاومة بإلقاء الآلاف الأطنان من القنابل. إنها تحاول تدمير الشعب الفلسطيني من خلال الحكم عليه بالجوع والعطش. إن إسرائيل وداعميها ومسؤولون عن كل موت بريء بسبب الجوع أو العطش أو نقص الدواء، وكما تعلمون فإن مصر تتوسط في المفاوضات مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننا ندعم هذه العملية من خلال وزارة الخارجية التركية ورئاسة جهاز المخابرات التركي. نحن نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء، ومع ذلك فإن الموقف المتصلب والمعرقل من جانب إسرائيلي لا يزال مستمرا. وأخيرا، أظهرت إسرائيل نوع العقلية التي تمتلكها من خلال استشهاد محاورها الذي كانت تتفاوض معه. وفي مواجهة كل هذا بذلنا ونبذل قصارى جهدنا لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. لقد قدمنا رسميا طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ونواصل العمل بشكل مكثف لضمان
محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة أمام المحاكم الدولية. قلتها من قبل، مكان قتلت 41,000 من الأبرياء ليس منابر البرلمان بل قاعات المحاكم التي يحاسبون فيها على الجرائم التي ارتكبوها. ومن ناحية أخرى فإننا نواصل التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي. ومن المؤسف أن بعض الدول لا تزال متواطئة في الجرائم المرتكبة من خلال تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة لوقف سياسة المجازر التي تنتهجها حكومة نتنياهو والتي تعرض المنطقة بأكملها بل والعالم أجمع للخطر. وعلى الجميع أن يفهم الآن أن مثل هذه الصورة التي تؤذي الضمير أمر غير مقبول. إن منع إسرائيل من جر منطقتنا إلى مزيد من التوتر لن يكون ممكنا إلا بالتخلي عن سياستها المترددة. وهنا أكرر مرة أخرى دعوتنا للرجوع عن الخطأ في أسرع وقت ممكن والوقوف على الصفحة الصحيحة من التاريخ. أعضاء الصحافة الأعزاء، في مشاوراتنا بالإضافة إلى الغزة ناقشنا القضايا الإقليمية وخاصة شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، ونحن عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف مماثلة بشأن العديد من القضايا. نأمل أن نتعاون بشكل أوثق من الآن فصاعدا إن شاء الله، وسوف ندفع علاقاتنا المتعددة الأبعاد إلى الأمام من خلال نهج مربح للجانبين. وفي الختام آمل أن تكون اجتماعاتنا اليوم والاتفاقيات الموقعة بادرة خير لنا جميعا. وأود أن أشكر فخامة الرئيس والوفد الموقر على زيارتهم هذه، وأنا أترك الكلمة للرئيس السيسي موجها تحياتي القلبية إلى الشعب المصري الشقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة، أعرب لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كمؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا. وأقول للشعب التركي الشقيق إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير. في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا. السيدات والسادة، خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع. وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون، وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا. وتناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم
وبيع منتجاتين في مصر والتصدير للخارج. السادة الحضور، إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا. ومن هذا المنطلق ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام، حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل. كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار. السيدات والسادة، ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، وبحثنا أيضا باستفاضة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه. وأكد تطلعنا كذلك إلى استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة أجمع. وختاما أود أن أوجه الشكر مجددا لأخي فخامة الرئيس أردوغان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تطلعي لاستقبال فخامته مجددا في مصر لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين والمنطقة بأسرها. شكرا لكم. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة للقيام بزيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.
لدى وصول سيادته أنقرة كان في استقباله الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. وقد حرص الرئيس التركي على اصطحاب السيد الرئيس الى القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية. وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. شكرا عسكر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيد الرئيس لتركيا أتت في إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين والبناء على زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر فبراير من العام الجاري، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين مصر وتركيا سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جمة تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس أردوغان عقبها رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في الفترة القادمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. هذا وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات. كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشترك. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس العاصمة التركية أنقرة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث كان على رأس مودع سيادته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أهلا بحضراتكم من داخل القصر الرئاسي في أنقرة، وبرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. ودعني أرحب بك يا أستاذ أحمد وأسألك، كيف ترى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة؟ يعني زي ما انت وحضرتك وصفتيها يا دكتورة، هي زيارة تاريخية، زيارة بتحمل معاني كثيرة جدا وبتحمل أهداف وملفات كثيرة جدا، وبالتالي أهمية هذه الزيارة بتنبع أولا من الوضع الإقليمي اللي احنا عايشين فيه، والوضع الإقليمي الصعب اللي النهاردة المنطقة على شفا حرب إقليمية واسعة. هذه الظروف الصعبة بتتطلب تنسيق وتشاور كامل ما بين الدول الأكثر تأثيرا في المنطقة. بنتكلم على دولتين كبيرتين، مصر وتركيا، دولتان لهم نفوذ كبير، لهم تأثير كبير على أوضاع المنطقة، وبالتالي بدون التنسيق ما بين الدولتين دول بيبقى فيه مشكلة. عشان كده التنسيق والتشاور المستمر بين الدولتين هيكون ليه تأثير الفترة القادمة، وده اللي بيحرص عليه الرئيسين خلال هذه الزيارة. لأنه احنا بنتكلم مثلا على ملف زي ملف غزة، ملف الإقليمي والحرب الإقليمية، الدول الكبرى والدول المؤثرة لابد أن يكون هناك تعاون ما بينها في هذا المجال. وإحنا النهاردة بنتكلم على هدف رئيسي هو منع وقوع حرب إقليمية في المنطقة وإيقاف الحرب في غزة. مصر وتركيا ركيزتين أساسيتين في المنطقة، وهم اللي ممكن يلعبوا دور كبير جدا، وده حتى اللي أشار إليه الرئيسين خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة منذ فترة قليلة. ده ملف الأول. ملف الثاني ملف العلاقات المصرية التركية، وده ملف غاية في الأهمية. طيب دعني أسألك أستاذ أحمد، يعني ما أهمية العلاقات والأهمية الاقتصادية اللي هتعود على مصر من هذه الزيارة؟ خليني أقول لك أنه دولتين بيمتلكوا إمكانيات كبيرة جدا، إمكانيات استثمارية وإمكانيات تجارية وإمكانيات خاصة في الاستثمار الصناعي. تركيا لديها استثمارات كبيرة في هذا المجال، ولديها استثمارات في مصر أيضا. مصر تميز بأن عندها فرص واعدة للاستثمار، وبالتالي التعاون المشترك ما بين الدولتين هيفتح باب لهذا الاستثمار المتبادل، والتبادل التجاري هيتزايد بشكل كبير جدا. ده لصالح الشعبين. وإحنا دايما خلينا أقول أنه دايما رسالة من رسائل الرئيس السيسي، الهدف الأساسي من كل تحركاته وكل علاقاته هي تحقيق تطلعات الشعب المصري لمستقبل أفضل اقتصاديا وسياسيا وعلى كل المجالات. جزء من هذا التحرك هو العلاقات الصناعية بين مصر وتركيا، وتحديدا عشان تقدري تبني عليها اقتصاديا واستثماريا الفترة القادمة، انت بتتكلمي على لابد من الارتقاء بمستوى هذه العلاقات. عشان كده مجلس التعاون الاستراتيجي اللي ما بين البلدين اللي يترأسه الرئيسين اليوم، ده جزء من اهدافه هو الارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى التجاري، على المستوى الاستثماري، على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، لان ده هيفيد اكتر الفترة القادمة في نسبة الاستثمارات ونسبة التبادل التجاري اللي هتحقق مصالح البلدين في تنمية شاملة ما بين الدولتين. طيب حاجة مهمة برضو أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالطاقة، لأنها من ضمن الأشياء الهامة اللي بتتعلق بالزيارة، وهي يعني الحقيقة تعتبر ملف عالمي، وطبعا ده يعني ملف هام بالنسبة لمصر. توصف هذه التفاصيل إزاي؟ خليني أقول لك إن دي تفاصيل يعني كان هناك في تطورات فيها خلال السنوات الماضية، وبالتالي لما باجي أتكلم النهاردة، وكانت المشكلة إنه ملف زي ملف الطاقة ده ملف المستقبل، وبالعكس ده في كتابات كثيرة جدا بتكلم عن حروب المستقبل هي حروب الطاقة، وبالتالي لا، إحنا مش مصر مش هدفها أبدا حروب. مصر هدفها دائما أن يكون في تعاون من أجل التنمية. أي ملف من هذه الملفات التعاون فيه والتنسيق والتشاور هيحقق فيه إنجازات كبيرة جدا، لأن أما أي صراع فبيؤثر على كل الدول. هنا ده المذهب أو دي العقيدة المصرية. عقيدة مصر ليست دولة عدائية، ليست دولة تبحث عن عداء مع أحد، وإنما تبحث دائما عن سلام، عن شراكة استراتيجية، عن تعاون من أجل التنمية. لما نحط الثوابت الثلاثة لمصر ديت مع احترام الخصوصية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، لما نحط هذه الثوابت المصرية نعرف النهاردة أن جزء من هذا الزيارة وهذا التعاون هو في ملف الطاقة، وإزاي نقدر نستثمره لصالح شعوبنا كلنا. النهاردة مصر كانت سباقة في أنها عملت منتدى شرق المتوسط، وبدأت تنضم إليه دول أخرى. منطقة شرق المتوسط منطقة واعدة، لابد من التنسيق فيها، لابد من التشاور فيها، ولابد من أن احنا نبقى في تعاون ما بيننا كدول كثيرة جدا، لأن ده المستقبل الفترة القادمة. وبالتالي هذا ملف من الملفات
المهمة جدا جدا في المباحثات وفي العلاقات مش بس ما بين مصر وتركيا، ما بين مصر ودول الشرق المتوسط بشكل. طيب أستاذ أحمد، يعني حضرتك اتكلمت عن الشرق الأوسط والطاقة، ما فيش شك طبعا أن العالم بينظر إلى هذه الزيارة، فيعني بيقال طبعا دوليا أنه يعني بينظر إلى هذه الزيارة من كل دول العالم، فرأي حضرتك إيه على هذا النظرة العالمية إلى هذه الزيارة؟ لأنه أنا بتكلم عن دولتين بيمثلوا قوتين كبيرتين في المنطقة وهم رمانة ميزان الاستقرار في المنطقة. كلمة عن مصر بكل ما لها من ثقل يعلمه العالم، بكل ما لها من قدرة وتأثير ونفوذ مش بس إقليمي إنما كمان دولي. بتكلم عن تركيا أيضا بما تمتلكه من قدرات وقوة، وبالتالي وجود الاجتماع ما بين قيادة الدولتين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس رجب طيب أردوغان، ده لابد يكون العالم بيتابعها في ظل الظرف الحالي، ظل حرب مشتعلة في غزة بتمتد بعد كده إلى الضفة الغربية وإسرائيل بتسير في خطى تنفيذ مخططها. اتنين، صمت عالمي غريب جدا. خليني أقول لك يا دكتور، النهاردة لو أنت بتتكلمي عن إيقاف الحرب في غزة ومنع المخطط الإسرائيلي، لابد أن احنا نعلم. دعني أضيف لحضرتك عشان هو معاه نفس الإجابة، أنه يعني طبعا كلنا عارفين أنه العالم كله يعني الإقليم اللي احنا فيه يعني ملتهب من جراء الأحداث، فهذه الزيارة بعد هذه الزيارة يعني شايف انه حيكون الشكل الاقليمي ازاي، التعامل في هذه الملفات الملتهبة او مع الملفات الملتهبة. ال 11 شهر اللي فاتوا منذ انطلاق او بداية الازمة وانطلاق الحرب الاسرائيلية على غزة اثبتت الاتي، انه لا يمكن ان تراهن فيها على امريكا، لانها لن تتحرك ولن توقف الحرب ولن تمنعه، وكمان بتزداد ضعفا مع قرب الانتخابات الرئاسيه، ولا يمكن ان تراهن على المنظمات الامميه لان كل القرارات التي صدرت لم تنفذ، ولا يمكن ان تراهن على الغرب، يجب ان تراهن على قوتك انت الاقليميه وقدراتك، سواء القدرات العربيه او قدرات القوى الاقليميه زي مصر وتركيا مع بعض. عشان كده وجود مثل هذا اللقاء اليوم العالم كله بيترقب ما سوف يصدر عنه من بيان مشترك، يترقب ما سوف يصدر عنه من تصريحات واضحه حول التحركات الفترة القادمة لمنع امتداد الحرب وإيقافها في غزة وإيقاف المخطط الإسرائيلي، خاصة إن الدولتين لهم موقف واضح من هذه الحرب ولهم تحركات على الفترة خلال الفترة الماضية، وخاصة مصر سواء على المستوى السياسي الداعم بقوة للأشقاء الفلسطينيين، سواء على المستوى الإنساني وإدخال المساعدات لغزة، سواء على المستوى الدولي والتحركات الدبلوماسية اللي ظهرت على مدى 11 شهر واعترف بها واحترمها وقدرها العالم بالكل. وبالتالي النهاردة هذا اللقاء أنا بعتبره أنه هيكون نقطة فاصلة فيما يتعلق بمستقبل الخطوات العربية أو الخطوات الإقليمية لوقف المخطط الإسرائيلي ولمنع امتداد الحرب على مستوى الشرق الأوسط. بشكرك جدا الأستاذ أحمد أيوب الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، وتوصل مصر بالسلامة، وبشكرك على هذا التحليل.